روى البخاري يعني بالدرداء هذه الحادثة العجيبة الغريبة، يقول كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما صاحبكم أبا بكر فقد غامر. فسلم أبو بكر رضي الله عنه وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء خلاف نزاع فأسرعت إليه ثم ندمت، أخطأ أبو بكر في حقه ثم ندم، فسألته أبو بكر سأل الفاروق أن يغفر له فأبى علي، أبى عمر أن يغفر ويسامح للصديق، فأقبلت إليك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم، ندم أنه ما غفر لأبي بكر، فأتى منزل أبي بكر فما وجده، قال أثم أبو بكر؟ قالوا لا. فأتى الفاروق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم، فجعل وجه النبي عليه الصلاة والسلام يتمعر، تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الموقف، حتى أشفق أبو بكر على الفاروق فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا الذي أخطأت في حق الفاروق فلم يغفر لي. غضب النبي من أجل الصديق على الفاروق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد تمعر وجهه غضبا للصديق يقول إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ قال الصحابة فما أوذي بعدها. هكذا هو الصديق، حتى يقول العقاد الفرق بين أبي بكر وعمر أن أبا بكر عرف محمدا النبي، وأن عمر عرف النبي محمدا. فأبو بكر رضي الله عنه عرف الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعد إسلامه، وعمر لم يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد إسلامه.